الصحابة رضوان الله عليهم دين وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. كل من يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. طعنهم في الله لأن الله اختارهم سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، ولا يمكن أن يختار لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة القول. وطعنهم في دين الله لأنهم نقلوا لنا الدين، فإذا طعننا فيهم معنى هذا النقل لنا الدين عن غير ثقة. وطعنهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه مر على دين خليل. وطعنوا في الصحابة هذا لا. نعم قال ونحبه. نعم نعم نحب كل الصحابة رضوان الله عليهم ونرى أن محبتهم دين لتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نتبغض من أحد منهم. نعم نبغض من يبغضهم ما نذكرهم إلا بالخير وما نذكرهم إلا بالحق. مفهوم؟ ولا يمكن أن نطالع الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. تسمع إيش نقول؟ هذا يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول ولا نقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأن يوم القيامة لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن الفئة الباغية عن ما حدث مع فتنة عثمان وكذا رضي الله عنه، صح، لكن يسألك الله سبحانه وتعالى هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي؟ وش تستفيد عندما تقرأ في هذه الكتب؟ قد يقع في قلبك شيء ولا تستطيع أن تدفع هذا، وإذا وقعت الشبهة صعب جدا إزالة هذه الشبهة. لا نقرأ إلا في محاسن القول. مفهوم؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. عينك تؤلم تفركها تزيد. قال لا تقربهم إلا بخير بالجميع. نعم حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم بغضهم وإيمان وطغيان. نسأل الله العافية والسلام. نعم ونثبت الخلافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش علاقتنا بالخلافة الآن؟ قال الخلافة لأن الأمة أجمعت على أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ومن شكك في خلافة واحد من هؤلاء يقول شيخ الإسلام ويقول الإمام أحمد رحمه الله الجميع فهو أضل من حمار أهله، ضال. نسأل العافية والسلام. خليفة بعد النبي أجمعت الأمة على أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا نشك في ترتيب هؤلاء في الخلافة وفي الفضل. نعم أولا عندهم فقط الذي يفضل الخلافة الذي يقدم بعد أن أجمعت الأمة على تقديم عثمان على علي في البيعة والخلافة الذي يقدم بعد إجماع الصحابة على تقديم عثمان هذا ضال. لكن الذي يقدم علي على عثمان رضي الله عنهما في الفضل هذا لا يكفر. لكن الذي يقدم بعد أن أجمعت الأمة على تولية عثمان رضي الله عنه فهذا ضال. نسأل العافية والسلام. نعم تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم أبو بكر رضي الله عنه ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب.
نشهد بأعيانهم أنهم في الجنة. نعم. نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد.